لو حضرتك مهتمة بمجال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية يبقى أنت أكيد إن شاء الله في المكان الصح. في قناتكم معرض منزلي للأدوات المنزلية بنقدم كل جديد في عالم الأدوات المنزلية، وبنشوف من خلال القناة مجموعة من الأدوات والحيل والأفكار والابتكارات اللي مفيش ست بيت تستغنى عنها. في فيديوهاتنا بنساعدك في تنظيم وترتيب بيتك، لأن المنتجات اللي بنعرضها عليك بتوفر لك كتير في الوقت والجهد، وبتساعدك كمان في استغلال المساحات الصغيرة سواء في المطبخ أو في البيت، بالإضافة لمجموعة من أدوات النظافة اللي استخدامها بيكون سهل جدا وبتوفر عليك كتير. لو أنت عروسة أو ست بيت شاطرة بنقدم ليكم مجموعة من النصايح المهمة والريفيوهات اللي من خلالها تقدر تحافظي على كل منتج عندك في بيتك، وبنوضح المنتجات الأصلية من المنتجات التجليد. وحضرتك رايحة تشتري أي حاجة لازم تكوني معلومة صحيحة ومظبوطة عنها عشان ما تجعيش مع تاجر ما عندوش ضمير ويظلمك في المنتج اللي بتشتريه. عشان كده بننصحك تشوفي فيديوهاتنا للآخر وتستفيدي من كل معلومة سواء هتشتري النهاردة ولا حتى بعد سنة. الأسواق أصبحت وحشة وفي جشع من التجار، واسمعوا مننا ومن غيرنا وحاولوا تكونوا معلومة صحيحة وحاولوا تعرفوا إيه الأصلي وإيه التجليد. لازم يكون في توعية للجميع، وحرام حرام يا جماعة ندفع فلوس لحد هيغشنا ونساعده بجهلنا. وفي ناس بتلاقي الزبون للأسف مش عارف في الخامة أو المنتج اللي هو عاوزه، فبالتالي بيغشه سواء في الخامة أو بيغشه كمان في السعر، وده اللي بنوضحه من خلال قناتكم معرض منزلي للأدوات المنزلية. تابعوا كل المعلومات. كتير من الناس للأسف بتغش في الأدوية وفي الأكل وفي الشرب، فلازم ندعم سواء قناتنا أو غيرنا عشان نساعد بعض ومحدش يضحك علينا. دايما معاكم بنقدم ليكم أحدث الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة في عالم الأدوات المنزلية، وبنوضح كتير من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. بنتمنى من حضرتك لو أول مرة تشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد، وانتظروا كل جديد من داخل معرض وجاليري منزلي للأدوات المنزلية. أي منتج حابين إن احنا نعمل عنه ريفيو اكتبوا لنا في التعليقات وإحنا معاكم مكملين، وأي استفسار النصيحة لوجه الله تعالى. وكمان تابعوا جسم المنتدى داخل القناة لأن بنوضح عليه أسعار كتير من المنتجات اللي بتشوفوها معانا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. بنشكركم جميعا وبنتمنى التوفيق لينا وليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.